السلام عليكم عشاق هواتف شاومي الرائدة. شاومي 13 ألترا والكشف عن ألوان جديدة لم يتم إصدارها كل هذا وأكثر. سوف تجدون إن شاء الله حصريا من موقع جيزمو شاينا على قناتكم كانسي ساد. تابع الفيديو حتى النهاية، دعمكم أصدقائي. عملاق شاومي 13 ألترا تصدر عناوين الأخبار مرة أخرى بتحديثات جديدة على خيارات الألوان الخاصة به، وبينما لم يعرض الإصدار الأول سوى 3 ألوان مختلفة، تشير التقارير الأخيرة إلى أن شاومي قد تخطط لإطلاق 3 خيارات ألوان إضافية في المستقبل القريب، وكما يشير السوفتوير حول بعض التيمات التي تتماشى مع ألوان الهاتف، لدينا أصفر وأحمر ولدينا لون أزرق، فربما تكون هذه الألوان، يعني حسب تخميمي هذا فقط. بدأت الشائعات تنتشر حول خيارات الألوان الجديدة بعد فترة وجيزة من حدث إطلاق شاومي 13 ألترا، واكتشف مستخدم الإنترنت أن ميزة التعرف على الجهاز في الكيوكيو أظهرت 6 خيارات ألوان مختلفة للهاتف على الرغم من إصدار 3 فقط في ذلك الوقت. خيارات 3 ألوان جديدة لهاتف شاومي 13 ألترا. تكهن كثيرون بأنه تم التخلي عن خيارات الألوان الإضافية أثناء عملية التطوير، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك، فقد ورد أن العديد من مستخدمي الإنترنت قاموا باستخراج خيارات ألوان جديدة من البرامج الثابتة شاومي 13 ألترا، وكشفوا عن خيارات الألوان البرتقالي والأصفر والأزرق. قد يتم إصدار خيارات الألوان الجديدة هذه كخيارات تخصيص محدودة الإصدار للشاومي 13 ألترا، ربما تبقى محدودة في عبر الشراء على الإنترنت. وقام السيد لي جون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي بالترويج لميزة تخصيص الإصدار المحدود على حساب ويبو الخاص به، ملمحا إلى إمكانية توفر خيارات الألوان الجديدة هذه في المستقبل القريب، يعني إن شاء الله من هنا شهر أو بضعة أيام. إن إصدار خيارات الألوان الجديدة يلبي بلا شك الأذواق المفضلة والمختلفة لمستخدمي شاومي 13 ألترا، مما يسمح لهم بعرض التصميم الفريد للهاتف دون غطاء واق، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن استخدام الهاتف بدون غطاء واق قد يؤدي إلى تلف الشاشة من السقوط العرضي. قد تكون إصلاحات شاشة شاومي 13 ألترا مكلفة، حيث يبلغ سعرها ما يقارب $200 أمريكي أو أكثر، وبالتالي يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع هواتفهم لتجنب الضرر المحتمل. تذكير بمواصفات شاومي 13 ألترا. يعد هاتف شاومي 13 ألترا هاتفا رائدا مليئا بالميزات والمواصفات الخرافية والرائعة، حيث يتميز بشاشة كواد اتش دي بلس أموليد مقاس 6-7 إنش تدعم HDR10 بلس مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز وحماية الكورنينج غوريلا غلاس فيكتوس. من حيث الأداء، يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح قوية من كوالكوم سناب دراجون 4 نانومتر أوكتا كور سناب دراجون 8 جيل الثاني، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت LPPDDR5X وتخزين 1 ترابايت UFS 4.0. ويتميز شاومي 13 ألترا بإعداد متعدد للاستخدامات رباعي الكاميرا مع مستشعرات رئيسية أو مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجا بيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجا بيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجا بيكسل. يتميز نظام الكاميرا ببصريات السيميكرون لايكا من شركة لايكا الكبيرة، ويدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K وتسجيل الفيديو دولبي فيجن HDR. تعتني الكاميرا الأمامية بدقة تأتي هذه الكاميرا ب 32 ميجا بيكسل بصور السيلفي ومكالمات الفيديو. تشمل ميزات الأمان مستشعر بصمة مدمج مع مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ويوفر الهاتف أيضا صوت الهايريس ومكبرات صوت مزدوجة والدولبي أتموس وصوت
أو الـ USB من نوع Type-C، كما أنه مقاوم للأتربة والماء بتصنيف الـ IP68. يبلغ قياس أبعاد الهاتف 163.18 × 74.64 × 9 × 6 ملم، ويزن 227 غراما كما ذكر في فيديوهات سابقة، وهو يدعم الـ NSA والـ S والـ 5G SA والـ 4G VoLTE والـ Dual أيضا 4G والـ Wi-Fi 6E والـ Bluetooth 5.3 والـ GPS والـ Navic والـ USB من نوع Type-C والـ NFC، كما يعمل الجهاز ببطارية كبيرة 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 واط وشحن لاسلكي 50 واط وإمكانية الشحن اللاسلكي العكسي. ما رأيكم بهذه الألوان الإضافية؟ وهل تعجبك مواصفاته ويناسبك للشراء؟ وهل إذا كان بإمكانك، يعني إذا كان بمقدورك لديك النقود الكافية لشراء أو اقتناء هاتف جديد، ماذا تشتري؟ الوحش من سامسونج، وحش الاس 23 الترا، أم الشاومي 13 الترا، أم الايفون 14 برو ماكس؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين. Peace.